السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح ناخذ المحاضرة الرابعة ضمن محاضرات الفيجوال بيسك. المحاضرة الرابعة راح ناخذ الشغلات المهمة، راح ننوه عنها باختصار. هي انه شلون راح نتعامل ويا المتغيرات اللي من الممكن راح نستخدمها بلغة الفيجوال بيسك. المتغيرات حال اي لغة انه لازم نعرف شلون نسوي متغير، وقبل لا نعرف نسوي او نكتب المتغير لازم نعرف شنو الانواع البيانات اللي من الممكن نتعامل بيها بلغه الفيجوال بيسك. فعندنا الانواع اللي موجوده عندنا بالبيانات اللي موجوده من الممكن نستخدمها بلغه الفيجوال بيسك، هي البيانات العدديه، يعني بعض البيانات اللي هي عباره عن ارقام معينه، وهذه الارقام عده انواع مختلفه لهذه الارقام او هذه البيانات العددية راح نعرفها من خلال هذا الجدول. هذا الجدول هو مو مطلوب حفظ، يعني ما عندنا حفظ، لكن انه الانواع العددية او البيانات العددية من الممكن ان تقسم الى بايت، انتجر، لونج وغيرها من الانواع، لكن احنا اكثر تركيزنا راح يصير على الانتجر خلال هاي محاضراتنا الجاية ان شاء الله، وزائدا الدبل، يعني اذا احتاجين رقم بارقام عشرية فمن الممكن نستخدم الدبل او نستخدم الانتجر. البقيه ما راح نستخدمها لكن هي موجوده ضمن اللي ممكن نستخدمها بلغه الفيجوال بيسك. والسنجل مرات ما راح نستخدمها بعض التمارين. هذا النوع الاول اللي هي البيانات العدديه، اللي هي من اسمها انه عباره عن ارقام، لكن ارقام بصيغ متنوعه. عندنا الجزء الثاني اللي هي البيانات الغير عدديه، المقصود بها البيانات اللي هي السترينج او التكست، يعني عبارة عن نصوص. هذه مجموعة بيانات، احنا تقريبا راح نشتغل على اول واحد، يعني اكثر المتغيرات اللي تخص النصوص راح ناخذ بس سترينج، يعني نعرف كأنما هو فقط سترينج، لكن هي موجودة عندنا اكثر من نوع، اذا عندنا ديت مثلا معين او بوليان وغيرها من الانواع. عندنا بالنسبة لهذا الموضوع اللي ما حاجة راح ما راح نتدخل به، انه بعض الرموز اللي من الممكن تصير عندنا ويا المتغيرات. هذا الموضوع لا، بس مجرد الاطلاع. بعد ما تعرفنا على البيانات اللي من الممكن يتعامل معاها الفيجوال بيسك، راح نتحول على الفايربل. الفايربل تعريفه او انه نقدر نمثله كأنما هو صندوق بريد. صندوق بريد هو ثابت لكن اللي بداخله دائما يتغير على حسب كل يوم يعني، فهذا التغيير نقدر نسميه هو تعريف الفايربل. الفايربل هو مكان محدد لكن محتواه من الممكن يتغير بكل لحظة على حسب نوع البرنامج اللي راح نستخدمه. فهذا الفايربل انه لازم نعرف شلون نسمي الفايربل بلغة الفيجوال بيسك. فالتسمية مالتها تقريبا عندنا 3 إلى 4 قوانين او قواعد حتى نقدر نسميها. فاول قاعدة انه من الممكن احنا نسمي المتغير من 0 إلى 255 حرف، ماكو مشكلة، يعني الرقم مفتوح لحد 255، لكن احنا الرقم هذا احنا ما راح نسميه هيك رقم، يعني هيك متغير، ممكن 5 أحرف 6 أحرف عادي. المفروض انه ما يصير اكو سبيس بين هذا الكلام اللي راح نكتبه، المفروض انه ما يبدي برقم، من الممكن انه يبدأ بحرف طبيعي ما عندنا مشكلة، لكن انه وينتهي برقم ماكو مشكلة، لكن يبدأ برقم ما يصير. الفيجوال بيسك راح يعترض انه يقول لك هذه مو قواعد الأساسية حتى تكون لك فايربل. وهنا عندنا مثل انه غير مسموح انه تستخدم بعض الأمور اللي هي خاصة بالفيجوال بيسك، يعني بعض الدوال أو بعض يعني الأمور اللي هي محفوظة ضمن الفيجوال بيسك فما يصير نستخدمها. عندنا هنا بعض الأمثلة من الممكن يجيكم هاي السؤال، انه مثل هذه اللي نسميها my car under my underscore car، هذه يسمونها valid، يعني انه من المسموح لك انه تسمي المتغير في الطريقة هذه. لكن my dot car لا، هذا غير مسموح. هنا عندنا متغير واحد new boy، هذا ما يصير لانه بدأ برقم. هنا المفروض ماكو سبيس بس خطة مطبعي، فهنا مقبول this year بدون سبيس مقبول عادي. هنا رغم ما نشوف انه الكلام كلش هواي لكن فاصلة بيناتهم شنو underscore فطبيعي ما عندنا مشكلة. هنا اذا يحتوي على بعض الرموز ما يصير، ما راح يقبله الفيجوال بيسك لانه هذه لها معنى معين خاص بالفيجوال بيسك.
فهنا ما راح نقدر نعرف المتغير بهذا الشيء، هذا الرمز وهذا الرمز وهذا الرمز، يعني عندنا رموز ما يصير. راح حتى عرفنا المتغير وشلون نسميه، راح نتحول الى انه وين نعرف هذا المتغير بلغة الفيجوال بيسك، وين راح نكتبه. فحتى نعرف انه شلون نكتبه عندنا عدة طرق، وكل طالب او كل شخص هو مخير وين يستخدم الطريقة اللي يريدها. فعندنا الطريقة اللي هي الطريقة الأساسية، انه نكتب دم، دم هذا ثابت، هذا الفيربل نيم قبل شوية اخذناها انه هو القوانين الأساسية لتسمية الفيربل، از يعني هذه ك نوع البيانات، نوع البيانات اللي اخذناها قبل شوية بالجدول اللي قلنا يا اما هي عددية او غير عددية، وقلنا احنا راح نستخدم بالعددية الانتجر والسنجل والدبل، وبالنسبة للغير عددية فقط السترينج راح نتعامل وياها. فهذا الخيار محدد تقريبا باربع خيارات، يعني الفيربل على حسب الاسم اللي انت تختاره، لكن ضمن الشروط والقواعد اللي قبل شوي حكينا عليها. وهذا عندنا مجموعة تعريفات للمتغير، من اللي ممكن يكون متغير اسمه ديم، يور نيم، السترينج وغيرها من الامور. هذه القواعد الأساسية انه شلون اسمي المتغير، لكن لازم نعرف احنا وين راح نخلي هذا المتغير بالنسبة للبرنامج. فعندنا ثلاث حالات اللي قبل شوي اول وحدة حكينا عليها، الديم فايربل، وهذا تصير ضمن داخل الاوبجكت، يعني مثلا اذا احنا نريد نبرمج بالكوماند فداخل الكوماند. هذا الستاتيك نفس الحالة، نفس الحالة الاولى. الببليك لا، هذا يصير شاملة يسمونها جلوبال، وراح ناخذ مثال عليها. من الممكن اذا عندي بعض المتغيرات ما حاجة كل ساعة يعني بداخل كل اوبجكت اجي اعرفها، لا من الممكن اخليها بالبداية كلش فيصير عامة وصير يعني عالمية مثل ما نقول، او جلوبال، او اللي يعني راح تنعرف بالبرنامج بكاملة. يعني هسه يمكن ما راح تتوضح لحد ما اراكم في البرنامج بسيط حتى تعرفون شنو البابليك. عندنا ثلاث حالات قلنا عليها. فحتى نجي نكتب البرنامج، البرنامج اول ما نجي نضغط عليه راح يطلع لك بالشكل هذا، خاصة اذا اختاريت الجنرال، هذه الجنرال. فمن الممكن جنرال اول اختيار لك اله مباشرة راح يطلع لك التعريفات. هنا لازم نجي نعرف، فهنا نستخدم شنو؟ نستخدم البابليك. البابليك اذا استخدمنا البابليك راح نكتب المتغيرات مالتنا هنا. فعندنا هنا مثال بسيط، فهنا بالجنرال انها اول شيء معرفين بابليك x as integer، وهذا التعريف الاول اللي قلنا عليه. مثل dim y as integer، لكن هذا الديم وين استخدمناها؟ ضمن الاوبجكت اللي اسمه كوماند واحد. الستاتيك ضمن الكوماند اللي اسمه اثنين، هذا تشوفونها. لكن هذا الاكس، هذا الاكس هنا تشوفونها، هذا الاكس ما دام خليناها فوق فالكوماند واحد راح يعرف شنو الاكس، والكوماند اثنين راح يعرف شنو الاكس، لكن الكوماند واحد ما يعرف شنو هذا الاي كاونتر. رغم انه عرفنا الستاتيك اي كاونتر هنا، لكن هذا الحدود مالته وين؟ ضمن هذا البرايفت سب. الاي كاونتر اللي موجود هنا هذا متغير اسمه ستاتيك اي كاونتر از انتجر، هذا ما راح يبين عند كل المكونات للبرنامج. وايضا بالنسبه للواي، الواي يعتبر معروف ضمن هذه المنطقه، عندنا هذا الواي عرفناها داخل الكوماند واحد. فبالكوماند اثنين ما معلومه شنو اثنين هذا الواي، لكن الاكس معروفه بالنسبه للكوماند واحد وللكوماند اثنين. ليش؟ لان هي اعلى صايره، وهي صايره بابليك، يعني بابليك يعني هي عامه للكل، لكن هذه صايره برايفت لانه صايره داخل هذا المكون اللي هو كوماند واحد. يعني هذه الامور خاصه بالكوماند واحد، وهذه الامور كلها خاصه بالكوماند اثنين، لكن الشيء الظاهر لهم من الممكن الاكس معرفه للكل، لكن الواي والاي كاونتر فقط لوكال مو جلوبال. الكونستانت عندنا اخر شيء تعريف الكونستانت، الكونستانت يعني ينكتب بهالطريقة هاي، كونست بعدين اسم المتغير از
نفسيته، لكن القيمة من الممكن نعطيها مباشرة إليه. هذا إذا عندنا كونستانت معين، وهذا الطريقة اللي راح نكتب بها. راح ناخذ مثال بسيط حتى نعرف شنو هذه الأمور. فعندنا هنا مثال، أول شيء أخذنا اللي هو التكست بوكس، خليه هنا وهنا. لو أجي أضغط عليه وأروح أشوف اسم مالته، اسمه تكست واحد، هذا النيم اللي من خلاله راح أبرمج على أساسه. أجي أضغط على تكست اثنين، راح ألقاه تكست اثنين. هنا هاي كلمة النتيجة، لو أجي أضغط عليها أجي ألقاها شنو هي؟ هي ليبل. أخذت هذا الليبل وخليته هنا، راح يطلع لي بالبداية ليبل باللغة الإنجليزية، فرحت غيرت الكابشن مالته، سميته النتيجة أو تريد تسميه أي شيء. هذا البرنامج إنه عندي عدد أول وعدد ثاني، مرة أحتاج أجمعهم فيطلع الناتج هنا بالنتيجة، ومرة أحتاج أطرحهم يطلع هنا، مرة أسوي عملية ضرب، ومرة أسوي عملية قسمة. هذه أربع عمليات كأنما حاسبة بسيطة يعني. هنا بالنسبة للتكست قلنا احنا بدلنا التكست مالته، سميناه ادخل الرقم الاول، او مجرد انه امسحه هم راح تنمسح عندي، يعني ما اريد اخليها تظهر اي رقم، بس حتى على مود المستخدم راح يعرف شنو المطلوب من عنده. هذه اول شيء اذا تذكرون بذيك يعني المحاضرة اللي فاتت، انه اخذنا انه شلون القواعد الاساسية لتكوين برنامج باللغة فيجوال بيسك. هي اول قاعدة انه احنا شنو احنا نخلي المكونات مالتنا، يعني راح نخلي نصمم المكونات مالتنا. فهذا يعتبر تصميم بسيط، انه جبنا المدخلات الانبوت هذه، وهذه النتيجه، وهذه العمليات اللي راح تقوم بها. بعدين رحنا قلنا انه الخطوه الثانيه شنو، انه نسوي خصائص لهذا. هذا بدايه اول ما اجت مكتوب عليه تكست واحد يعني، فاحنا الخصائص رحنا منها غيرنا، وغيرنا الخط شوي كبرناه. النتيجه نفس العمليه كانت مكتوب ليبل واحد فغيرناها. فهاي الخطوه الثانيه اللي هي شنو، هذا مثل كماند، اول ما يجيبه من الناس سحبه راح يطلع لك كماند بهالطريقه هذه، يطلع لك كماند اسمه كماند خمسه او على حسب. لكن احنا نقدر نغير هذا مجرد ما اضغط عليه واروح للكابشن واكتب. اريد اغير الخط، اضغط هنا فرض اختار 14، فشوف الجمع كلمه جمع كبرت. نفس العمليه حتى لو اريد اغير اللون او غيرها من الامور يعني اقدر. فهذا النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والمهمه، انه راح اجي اكتب الكود مالتي. فالكود لكل كوماند راح نخلي وظيفة معينة، فالجمع هو مسؤول على الجمع، راح يجمع الرقمين، والطرح راح يسوي عملية الطرح والضرب وهكذا. فاذا اريد اخلي هذه اعطيه مهمة، فاجي اضغط عليه ضغطتين ضربتين، راح هو كوماند واحد. اذا تشوفون طلاب هذا الكوماند واحد، الكوماند برايفت سب كوماند واحد اندرسكور كليك، يعني عند عملية الضغط للكوماند واحد نفذ لي هذه الأمور. هذه الأمور أنا بالبداية إذا تشوفون فرضت من يمي، قلت إنه هذا راح أسوي متغير تكست واحد، تكست اثنين هم راح أسوي متغير، والنتيجة هم راح أسوي متغير. فالبداية عرفت قلت انه راح يصير عنده متغير وخليته بالبابليك. ليش خليناه بالبابليك؟ حتى انه للكل يصير ظاهر، يعني هذه النم واحد هي ظاهره هنا وظاهره هنا وظاهره بكل الامور. اذا ما سويته بالبابليك لازم هذه ثلاث اسطر لازم اجيبها اخليها هنا، واجيبها اخليها هنا، واجيبها اخليها هنا، فكأنه ما جاي اكرر. بينما انا عندي طريقه افضل، انه خليها هي ثلاث اسطر بس بالبدايه خليها، فراح تصير معروفه للكل. واذا تريد تخليها داخل هذه مو مشكله، هم حلك صح يعني ماكو مشكله. بس اذا تريد ترتب الحل مالتك وعندك بعض المتغيرات المشتركه بين هذه الامور كلها، فيفضل تخليها بابليك. لكن اذا خليتها جوا لازم تشيل كلمه بابليك وتكتب دم دي اي ام. فهنا خلينا متغيرات عرفناها انه نمبر واحد هو انتجر، نمبر اثنين هو انتجر، النتيجه سويناها دبل. راح مجرد احول انه يعني اخلي القيمه، افرض النمبر واحد منين ياخذ القيمه مالته، يعني هذا النمبر واحد عرفناه وقلنا هو مكان فارغ منتظر القيمه راح تجي، لانه قبل شويه فرضناكم انه عباره عن نفس صندوق البريد. صندوق البريد بالبدايه هو فارغ، لكن من الممكن تجيب رساله او رسالتين او ثلاثه، ومرات تتغير على حسب
كل يوم، يعني ممكن اكو رسائل، اكو اكثر، اكو 10، اكو وحده، اكو صفر، فهو ثابت هو المكان، لكن القيمه اللي بداخله تتغير. ففرضنا انه النمبر واحد ياخذ القيمه مالته منين؟ من التكست واحد اللي هو هذا الاسم البرمجي، هذا لو اجي اضغط عليه اسم البرمجي اسمه تكست واحد، لكن هنا بالكود ايش مكتوب؟ تكست واحد دوت تكست، يعني النص اللي موجود داخل تكست واحد اخذ القيمه مالته، هاي فاليو مختصر فاليو، اذا ما نكتبها راح ياخذ ما راح يعطينا نتيجه صحيحه، فلازم نكتب فال اللي هي فاليو، يعني استخلص القيمه اللي موجوده داخل تكست واحد دوت تكست، خليها وين؟ خليها بالنم واحد اللي هو متغير سميناه انتجر. النم اثنين اللي هو النمبر اثنين، القيمة اللي موجودة داخل تكست اثنين دوت تكست خلي ليها هنا، فهذه الخطوة الثانية. فالمتغيرات اللي راح اكتبها هنا راح يتحولن وين؟ الى فايربل، الى اماكن موجودة بالذاكرة بداخل فيجوال بيسك. بعدين عدة عملية اللي هي بروسس هنا، فسويت هذه النتيجة، قلت اكو متغير عندي هو مسؤول على شنو؟ يجمع لي الرقم الاول مع الرقم الثاني. الحتى هسه خليتن وين؟ خليتن هنا بالريزلت. حتى اجي اظهرهن اقول انه الليبل هذا دوت كابشن، الكابشن انا كانت عندي شنو؟ كلمة نتيجة. فبدل لي هذه كلمة النتيجة بمن؟ بالريزلت، بالقيمة اللي حصلتها من هذه العملية الرياضية. فلو هسه اجي اطبق المثال اسوي له تنفيذ راح يطلع البرنامج بهالشكل هذا. فرضا اكتب مثل 5 هنا مثل 8 واقول له جمع، اشوف النتيجة صارت اعطتنا هذا الرقم. ليش؟ لانه يعني اخذ الرقم الاول، القيمة اللي موجودة بالتكست واحد خلاها بالنم، والقيمة اللي موجودة بالتكست اثنين خلاها بالنم اثنين اللي هو نمبر اثنين. بعدين قلت له انه اجمع لي اياهم خليها بالريزلت. اخر شيء قلت له انه الليبل هذا الليبل الدوت كابشن، ليبل واحد دوت كابشن، بدل اياه بالقيمه اللي حصلتها من هاي العمليه، فسوى لك هذا الموضوع. ونفس العمليه لو اسوي طرح راح يعطيك سالب 3 او ضرب او قسمه فيعطيك هذه الارقام. بالطرح ما سوينا اي شيء، مجرد انه بس فقط الاشاره راح تبدل عندنا هنا. نفس الامور اللي موجوده بالجمع راح تصير هنا بالطرح، ونفس الامور اللي موجوده هنا بالضرب، بس مجرد الاشاره راح تتغير. كذلك القسمه بس الاشاره راح تتغير. فهذا مثال بسيط، راح يا ريت انه تجربونه، تستخدمون نفس هذا البرنامج حتى تشوفونه. خاف اذا هاي راح اخليه مفتوح، من الممكن توقفون الشاشه وتكتبون نفس البرنامج، رغم انه البرنامج هو الحد اللي جاي هو هذا البرنامج، البقيه بس كوبي بيست، ما عدا شيء تغير عندنا كوماند 2 كوماند 3 كوماند 4. فحاولوا تطبقون هذا البرنامج، ومن الممكن تضيفون اي عمليه رياضيه اخرى، يعني اذا موجوده مثلا تستخدمون مو القسمه ولا الضرب ولا هذه، مثلا ممكن تستخدمون الاس، هنا تخلون الاس يعني الرقم الثاني يصير هو اس الاول او بالعكس، او غيرها من العمليات اللي او تحبون تضيفون مثل يعني هذه كلها مضروبه في رقم ثاني او اي عمليه ثانيه. وحاولوا تطبقون هذا حتى راح تعرفون بهاي محاضرتنا انه شلون نعرف متغير، وبعدين شلون نخلي قيمة تكست معين داخل هذا المتغير، وشلون بعدين راح نظهر المتغير بعد ما حصلنا عليه. فحاولوا ان شاء الله تطبقونها عملي، وان شاء الله الموضوع سهل.